بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عمر عبيد الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية. تحياتي لكم من مدينة روما. وكما تعلمون وتشاهدون مدى تفشي مرض فيروس كورونا في إيطاليا، رأيت أن أبعث لكم هذه الرسالة البسيطة إليكم جميعا، سواء كنتم مواطنين إماراتيين أم مقيمين في دولة الإمارات. الوضع حاليا في إيطاليا في غاية الصعوبة، بعد أن كان عاديا لا يستوقف الانتباه، ومع تزايد الأرقام لم يبقى أمام المواطنين الإيطاليين والمقيمين سوى الالتزام الكامل للإرشادات العامة التي أعلنت عنها الحكومة الإيطالية في البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات للحد من انتشار المرض. أدعوكم جميعا مواطنين ومقيمين إلى الانتباه الكامل إلى كافة الإرشادات الرسمية واتباع القوانين التي تصدرها السلطات الرسمية بالدولة، ولا يفوتكم أيضا إلى الالتزام الذاتي في كافة الإجراءات الوقائية من خلال الابتعاد عن التجمعات والحد من الخروج من المنازل إلا للضرورة، وذلك حفاظا على سلامتكم وسلامة من تحبون. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي حفظه الله، إن الغذاء والدواء متوفر إلى ما لا نهاية. دولة تسخر كل إمكانياتها لمواطنيها ومقيميها، دولة تستحق منا السمع والطاعة. حفظ الله بلدنا العزيز من كل مكروه، وأدام علينا بفضله عافيتنا واستقرارنا. ملتزمون يا وطن.